تكون جبلية هون. وين أصلنا جبلية؟ إيه. بالنسبة لقطع الرواتب الأخير اللي صار يعني على الموظفين من قطع الرواتب لحتى الآن مستوى السوق انخفض يعني الثلثين بتقدر تقول، يعني اللي كان بيبيع بألف شيكل صار يبيع بـ300 شيكل، وضع اقتصادي صعب، ناس شباب قاعدة فيش مستقبل، فهذا أثر كتير، يعني أثر مش بس على الموظف، أثر على المواطن، لأنه هدول عندنا فئة كبيرة الموظفين هذا اللي انخصم عليهم مبلغ كبير، كان بيقدر يعني بيصرفوا بعيشوا ناس برزقوا ناس غيرهم بعيشوا ناس غيرهم، فلما انقطع أثر على السوق بالتأكيد أثر بشكل كبير. نتيجة كمان مش بس الحصار عندنا بقطع الرواتب، الحصار موجود من قبل، يعني عندنا 10 سنين فيش معابر، فيش حدود، فيش علاج، فيش أدوية، فيش مية، فيش كهرباء، يعني الشعب مضغوط جدا. يعني هذا شهر الخير وشهر البركة زي ما بيقولوا، والواحد بيعتمد على الله، الله بنساهوش، بس بناء على الظروف اللي احنا فيها صعب، يعني الواحد بيتأملش من اللي هذا، لكن بالله متأملين خير وإن شاء الله خير، لكن احنا بنتمنى ببركة شهر رمضان إنه الله يوحد بين شعبنا وبين فتح وحماس وجهاد، كلنا قضيتنا واحدة وهدفنا واحد، ويسيبوا الفرقة اللي بينهم يتوحدوا على أساس الشعب يعيش يعني بالنهاية. والله وضع البلد سيء وكل ما تقول الأسوأ، الناس لما غزا في الأول كان وضع أحسن شوية، لكن اليوم كل يوم عن يوم بتأخر الوضع. ليش؟ قصة الرواتب من شدة، وقصة الحصار، وقصة الحروب اللي صارت، والبطالة البطالة نسبة البطالة عالية جدا، والخريجين قاعدين، والله يكون بالعون يعني. خليك تصور الفانوس.